خلونا مشاهدي اروح معاكم لمبادره تطوعيه هي الاولى من نوعها بمعرض القاهره الدولي للكتاب، هدفها تاسيس ارشيف مصور لصناع الثقافه في مصر من مؤلفين بقى وناشرين وحتى الصحفيين المتخصصين في تغطيه المجال الادبي. المبادره بتحمل اسم فوتو بوك، اطلقها مصور فوتوغرافي شاب اسمه علاء فريد برفقه ثلاثه اخرين من زملائه. اقاموا استوديو مصغر داخل احد اركان المعرض بيتوافد عليه يوميا عشرات المؤلفين من اصحاب الاصدارات الجديده، وطبعا هم أعمارهم مختلفة وأبدوا تجاوب كبير مع مبادرة فوتو بوك. أحمد مراد، سعودي السنوسي، دكتور جابر عصفور، أحمد إبراهيم عيسى. آلاف الكتاب والمبدعين ولكن دون أرشيف مصور عنهم، فكرة طالما جلت بخاطر المصور الفوتوغرافي علاء فريد، فمن شدة ولعه بفن التصوير الفوتوغرافي قرر أن ينشئ أول أرشيف يضم صور صناع الثقافة في مصر. الفكرة بدأت من فترة، من سنتين ثلاثة، مفيش داتابيز لكل المثقفين اللي في مصر، مفيش صور، مفيش أي معلومات كاملة عنهم. فكرنا أن احنا ليه ما تكونش في قاعدة بيانات مصورة ديجيتال بطريقة احترافية تكون فيها كل الكتاب اللي في مصر أو كل صناع الثقافة عموما. بالفعل بدأنا السنة دي الحمد لله مع أول يوم المعرض، بنينا اللوكيشن بتاعنا، فعل الإقبال فاق التوقعات جدا، ابتدت الناس تتفاعل معنا، ابتدت الكتاب يتفاعلوا معنا، الموضوع ابتدى ينتشر بشكل جميل جدا، ابتدينا نصور حتى كتاب، ناشرين، صحفيين مهتمين بالوسط، كل من له علاقة بالشأن الثقافي في مصر. من خلال جمع عدد من البيانات الأساسية لكل كاتب استطاعت مبادرة فوتو بوك إنشاء قاعدة بيانات تضم أكبر عدد من الكتاب المشاركين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذين أبدوا سعادتهم بتلك المبادرة وأقبلوا عليها. أي شخص بيجي لي بيجي عندي هنا بشرح له المبادرة بتاعتنا والفكرة بتاعتها إزاي، بيجي يملى عندي أبليكيشن للاستمارة بيحط فيها البيانات بتاعته كاملة، طبعاً لازم الاسم واسم الشهرة بتاعه لأن مش كل الكتاب معروفة بأساميها العادية، كل كاتب أكيد له اسم شهرة معروف بيه في الوسط والمؤلفات بتاعته اللي نزلها، وبعد ما بيخلص تصويره بقول له طريقة التواصل بعد كده بتتم إزاي، إزاي بياخد الصور بتاعته والمبادرة هتكمل إزاي. المبادرة بالنسبة لنا كانت حاجة صعبة في الأول وكنا خايفين جداً، بس فجأة لقينا الناس ردود أفعالها قوية جداً ومبسوطين قوي. لكن من أهم ردود الأفعال اللي قابلتنا إن إحنا دكتور هيثم الحاج كان مرحب جداً بالموضوع، كان مبسوط جداً معنا، ودكتور أيمن عتومي وسعود السنعوسي، الناس دي جاتهم كانت مبسوطة جداً معنا ورحبت قوي وكانت يعني شجعتنا وديتنا حافز وقالوا لنا يعني كملوا أنتوا كويسين، فدي كانت حاجة فرحتنا قوي كفريق في أيزو، وعلى كده بقى ان شاء الله يعني ناويين ان احنا نكمل ويبقى في حاجات احسن من كده بكتير ان شاء الله. ناس كتير عارفه اعمال الكاتب وعارفه اسم الكاتب وما تعرفش شكله، فالفكره بقى ديت ان انا عندي بقى داتا بيانات ان انا اقدر ادخل على الفيسبوك او ادخل على النت او اي حاجه اكتب اسم العمل واكتب اسم الكاتب يطلع لي الصور. المبادره دي كويسه على الاقل الناس كلها تعرف كتاب مصر، فده اللي خلاني ان انا اجي واكون وسط يعني الشباب دول وحتى اللي ما يعرفنيش يعرف. لن تقتصر أهداف المبادرة على إنشاء أرشيف صور فحسب، بل يطمح مؤسسوها إلى تدشين موسوعة مصورة متجددة تضم أحدث صور الكتاب والمبدعين، وكذلك إنشاء موقع وتطبيق إلكتروني لاستخدامه في العمل الصحفي والإعلامي ويكون متاحا للجمهور أيضا. انطلاق المبادرة مع اليوبيل الذهبي للمعرض القاهرة الدولي للكتاب كان حظنا حلو فيها إنها عملت دعاية كويسة جدا للمعرض، عملت دعاية كويسة جدا للبلد، كتاب أجانب كتير وعرب جم وتصوروا عندنا وخدوا صور وشاروها على السوشيال ميديا، ده عمل دعاية ورواج جميل جدا. تفاعل الناس على صفحهم صفحة الكتاب العرب والأجانب كان تفاعل حلو جدا. احنا بنأمل ان الفترة الجاية ان شاء الله تتكرر المبادرة دي في مجالات مختلفة، مش لازم الثقافة بس، بحيث ننقل للأجيال اللي بعدين العصر اللي احنا كنا موجودين فيه بنسجل لحظات، الصورة هي اللي بتحكي كل حاجة وهي اللي بتقول كل حاجة، عايزين نحافظ على ذكرى الناس اللي موجودة دلوقتي حاليا، نستغل وجودهم، نصورهم، نعمل معهم كل اللي نقدر نعمله، نجمع أكبر بيانات ممكنة في كل المجالات، نعمم فكرة الفوتو بوك عموما في أي مجال في مصر. فكرة عابرة للقارات تمكن أهم الروافد الثقافية وصناع الفكر المعاصرين من توثيق مشاركتهم في هذا الحدث الاستثنائي.
حينها يمكن لأحدهم القول يوماً ما كنت جزءاً من الدورة الذهبية لأحد أهم وأكبر المعارض الثقافية في العالم، يوماً ما كنت هنا في اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. علي عامر، MBC مصر.